عيب علي، بعد عني، عم اقول لك انا ما عملت شيء. حدا يساعدني، بعد عني. جمرة ساعديني، عم اقول لك اتركني لا تقرب. وشو عم يعمل هذا هون؟ ليكون كل شيء كان لعبه وما عرفت شيء عن موت وفاة. معقول يكون قلنا كذا شهر على القانين مثل الفيران بمصيده وما عم نمشي ولا خطوه لقدام؟ ليش رجعنا للمكان اللي بدينا منه؟ مين هدول العالم وفاة؟ يا ترى انت عن جد كنت بتعرفهم منيح؟ وبرأيك اللي عرفناه عنهم هو كل شيء ولا لا؟ يا ترى هنن على طبيعتهم ولا كل حياتهم كذبة مخترعينها؟ ما بنعرف اذا الوش اللي عم يورجونا اياه هو حقيقي ولا متخبين وراه مشان ما ينكشفوا. ما عاد عرفت إذا ممكن يكونوا سادين. صدقني أنا ضعت بيناتهم وما عاد عرفت إذا فيني أوثق فيهم. لك أنا كم مرة صرت عايد كلامي؟ كل واحد نص ومخبي حقيقة وراها، وأنا لازم أعرف قصة كل واحد فيهم. بس يا ترى هنن عندهم الجرأة ليواجهوا الحقيقة ولا رح يضلوا كل حياتهم عم يكذبوا على حالهم ويلعبوا على العالم ليخبوها؟ اللي وفى مين هدول العالم؟ ولك أنت شو بدك مني؟ لوين بدك توصل؟ جاي لهون لحتى تكذب علي فوق قبر أخي، ما هيك يا ندل؟ لا تستفزني وإلا بدفنك بأرضك. ابلعك هاي الورقة لتختنق. شو هي ولك؟ وفا ما انتحر والقاتل بعده حر. تعال على قبر وفا، لك كرمال الله حاجة تفرض عضلاتك قدامي. لك انت من كل عقلك لسه عم تهددني؟ اذا حابب تحكي عن قصتي انا وهازال تفضل احكي، ولك احكي اللي عندك. انا بثانية بنكر كل شيء وما بيضل عندك شيء لحتى تهددني فيه، فهمان؟ الله يلعن الساعة اللي شربت فيها ويلعن الساعة اللي شفت فيها رفيقك. أنا مستحيل أخلص منك، كل يوم في مصيبة بسببك، وكل يوم الصبح بقول يا رب كون فقت من هالكابوس، بس برجع بوعى بنفس الكابوس وبتطلعوا بوشي. خلص بقى حل عني، مليت. يلا ورجيني شو بتقدر تساوي أنت، وخلينا نشوف مين بده يربح. وقول لها زال تروح تحكي اللي بدها إياه وتفضحني قدام كل المدرسة، ووقتها رح خليك تعرف بارك شو بيقدر يعمل. شو هالسخافة اللي عم تقولها ولك؟ أنا يلي عم تسخف ولا أنت؟ إذا ما بدك أبوك يعرف المصيبة اللي عملتها بدك تساعدهم يلاقوا القاتل. كون الساعة 7 عند قبر وفا. مو أنا اللي بعت هالورقة، وأنا اللي رح صدقك دغري. بعت لي اياها على المشفى بقلب باقة ورد. اسمع علي، تركني بقى وحل عني احسن لك. انا اللي دافعت عنك مع انه انت اللي خطفتني. انت كان فيني بكلمه بزتك بالسجن بس ما عملتها وحميتك. خلصنا، هذا كل شيء بقدر فيدك فيه حبيبي. روح دور على القاتل الحقيقي. يعني في قاتل بالقصة ومصدق انه مو وفا اللي قتل حاله؟ جاوبني لشوف، واثق انه في قاتل؟ خلصنا، انا قلت اللي عندي وسمعتني. هي القصه ما بتعني لي ابدا، واخر همي كمان. كيف ما بتعني لك بارك؟ لكن ليش كانت بتعني لك قبل وخايف؟ شو صار؟ شو اللي تغير؟ بس مره كن فيها رجال وجاوبني.
شو بتعرف عن هديك الليلة؟ ما تخاف من شي، جاوبني. ليك كنا مفكرين انه نحنا يلي قتلنا وفا بهديك الليلة وبالحمام. وقتها ما قدرت امسك جاجري وإيلجي، ما قدرت امنعهم لحالي، وجاجري ضربوا آخر بوكس، وبتذكر وفا ضرب راسه ووقع على الأرض. شفته؟ طلعنا مو نحن اللي قاتلينه، مو نحن يلي قتلنا رفيقك، لهيك حلو عنا بقى. وأنا ما بعرف، يمكن هو انتحر أو في حدا غيرنا قتله، هذا كل شي بعرفه وخلصنا. بارك، شوفي كمان. هاي إلك. يا ربي دخيلك، لك شو هالمصيبة اللي وقعنا فيها؟ إذا بدك تلاقي القاتل لازم تتعاون مع عدوك. ولك مين هاد؟ تمام، عنوان درسنا اليوم من أنت؟ أنا إيلجي، شرفت فيك يا أنسي. طيب ومين إيلجي؟ فيك تعرفنا عن شخصيتك؟ شاب وسيم وعنده كاريزما وأناني وشايف حاله كمان. شرفت فيكي، اسمك زينو ما هي؟ طيب السؤال هلا، كيف العالم بتشوفنا؟ مثلا قدرنا نتعرف على إيلجي بنظر زينو لإله؟ طيب زينو مين؟ أنستي، برأيي زينو ما بتعرف شي عن الأنوثة، لأنه طول حياتها معتبرة الجنس الآخر هن مجرد أصدقاء وما لم جرب شعور الحب. مسكينة، بس هي لو بدها فيها تخليكم تركضوا وراها مثل الكلاب، ما هيك؟ أوف. وهيك قدرنا نتعرف على رأي علي بزينو. طيب قلوا لي مين علي؟ أنسي، أخي علي هو إنسان طيب كتير وشفاف، بس تيس من برا مثل مو شايفينه. عنيد وعصبي شوي، بس صاحب ثقة وأكيد هو رفيق وفي. وبظن نحن بنفس الرأي بموضوع عدم وجود التوازن عند جمرة. إنسان مثالي وعفوي وبجنن كتير. مي؟ قصدك علي؟ لا، أنت، هاد رأيي فيك. بهي الطريقة من خلال أجوبتكم على هالسؤال قدرنا نعرف رأيكم ببعض. طبعاً مشان ناخد فكرة سليمة عن أي إنسان بهي الحياة لازم نتعرف عليه بالأول. كل فكرة مناخدها بدون ما نعرفه تعتبر حكم مسبق. مشان نكسر الأحكام المسبقة بدي أطلب من كل واحد فيكم مشروع جوات هالكروت مكتوب أسماء أصدقائكم، وأي صديق بيطلع اسمه بهالكرت رح تقضوا معه يوم كامل بكل تفاصيله، وبتكون زوروا صديقكم بالبيت، وبتكون تتعرفوا على عائلته وتحاولوا تتعرفوا عليه عن قرب أكتر، وتبعدوا عن الأحكام المسبقة اللي بتكون غلط غالبا، تاخدوا عنه فكرة سليمة قدامكم يومين. أنت شو هالوظيفة هي؟ يعني ليش لنستقبله ببيتنا وهو ما هو رفيقنا؟ مو ناقص غير تقلي لنا ينام عنا كمان؟ ليش؟ لا تكونوا ما بتحبوا الضيوف يعني. أنسى بالله بلاها، لأنه الاسم اللي طلع لي بيصير بيحكني جسمي بس شوفه. إيلجي برأيي هو الشخص المناسب. مع الأسف والله هالفترة نحن مو بالبيت. كرمال الله خليني أجي، والله بموت. لا تقولي. جاجري. شو بدك جيب لك ما؟ جيب لك مثل هالسنسار بيليق فيكي. أنسى مو معقول إني زور هدول الأغبياء، لو سمحتي بلاها أنا ماني موافقة على هاي الوظيفة أبدا. شوف سنان، تعالي أختي منحطك على راسنا، نحن ضيفنا نعرف نكرمك، بس نحن مو مثل هزال خانو.
يا رب دخيلك. لا أنسي، أنا ما بدي شارك معكم صراحة، عندي شيء أهم من هالتفاهة هي. وأنا كمان بنسحب من هالمشروع. لا بقى، شو بدي أعمل؟ جيب لك السنسال لهو. طلع فيني، إذا ما بتخرس رح أعملك سنسال على كيفك. بس اللي ما بيحضر للمشروع شو ما كانت نتيجته النهائية بالامتحان رح يرسب بهالمادة، واللي داخل منحة دراسية رح يكون بخطر. القرار إلكم. أنا موافق إني أرسب، مو مضطر إنه أنجح. وأنا كمان. من وين طلعتنا بهالشغلة يا ربي دخيلك؟ يعني من وين طلعتنا بهالوظيفة السخيفة؟ أصلاً ليش بدي روح على بيوتهم لأتعرف عليهم؟ وبعدين شو بدي أعرف فيهم؟ مبينين واطين وسخيفين وبألف وش كمان؟ يا الله على هالقصة. لوقت ما نعرف مين قتل وفا بدنا نتحملهم، تمام؟ لسا بدنا نتحملهم أكتر؟ لك أخي صوتهم معشش براسي، عم ضوج. بصراحة سنان معه حق، ولك هالغليظة محاول يبري حاله، طلع على شكله قديش ملعب. بعد الفيديو اللي شفناه مبارح للحظة فكرنا انه وفا هو اللي انتحر، وكنا رح نترك المدرسة ونكفي طريقنا، يعني كان رح يخلص منا على الآخر. برأيك ليش اجا وطلب منا ما نعمل هالشي؟ خصوصي هو بيعرف قدي نحن حاقدين عليه. علي، مع هيك نحن خلينا ننتبه تمام؟ لأنه إذا اجته الفرصة رح يغرقنا كلنا بشبر مي. ايه بيعملها بدون ما يفكر بشي حتى، حقير. اطلعي على مشيته بتفكري تني. يا ربي دخيلك، شو هذا يا؟ لك شو عملت يا غبي؟ شو انت مخطوف؟ ما انتبهت عليه. انتبه احسن ما كسر لك رسالة. زينو انت منيح؟ غيرو شو بقى؟ بالغلط. زينو انت منيح؟ زينو صار لك شي؟ زينو انت منيحة؟ انا بحياتي ما شفت حدا بشوط الطابة بهالغباء. شو هاد؟ تشربي مي؟ روحوا لا روحوا عود اذا ما بتعرف تلعب. عشو عم تضحك انت؟ خير؟ مبسوط باللي صار؟ لا انا ما عم اضحك عليها. بس مو قلت ما بتعرفوا تلعبوا بالطابة؟ نحن أخذنا هديك السنة الكأس. بقديش؟ نعم عم قول بقديش اشتريتوا الكأس؟ إذا بتحب تعال نعلمك اللعب. بتشارط؟ أكيد الشرط مانو مصاري. طبعاً نحن ما عنا مشكلة، بس ما في داعي نحرشكم أخي عرب الغالي. أصيل البيبي. شو عم يكذب؟ ها؟ أنتوا حياتكم كلها ببلاش. بالعكس، نحن أجينا على هالمدرسة لنورجيكم إنه حياتنا غالية. ماشي، لكن تفضل تعال ورجينا. ايه مو غلط بيبي. بارك، انا مالي زمان عامل عملية، عذروني. اوهو، اذا خايف ليش لا تتحدانا؟ انا بوقف حارس اذا بدكم. اوكي برو، موافق. ومنلعب 3-3 تمام؟ ومين هو الثالث؟ Forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara Bak keyfim meyfim on numara Bakmadım fiyatı hiç aldım ve ondan Ünlü oldum ya hep ondan Bana sakın boş yapmayın oğlum Uyandım yine bugün solumdan Emin misin bebek emin misin Tamam emin sen bebek benimlesin Fakir kaldın çünkü denemedin Label C5 baba cimri deli misin Aa, Hayatım böyle on numara Forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara Bak keyfim meyfim on numara Hayatım böyle on numara Forma giymem ama on numara Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara bak keyfim meyfim on numara Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara bak keyfim meyfim on numara Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara bak keyfim meyfim on numara Bakmadım fiyatı hiç aldım ve ondan ünlü oldum ya hep ondan Bana sakın boş yapmayın oğlum uyandım yine bugün solundan Emin misin bebek emin misin tamam emin sen bebek benimlesin Fakir kaldın çünkü denemedin label C5 baba cimri deli misin Aa, Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara bak keyfim meyfim on numara Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara bak keyfim meyfim on numara Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Kur'an çarpsın on numara bak keyfim meyfim on numara
شفتوا بارك كان راح ينجلط. والله حسيت عملت تحت لما خسروا. هداك أرنب أرنب سنجاب. يا شباب خليكم خليكم ارتاحوا. جيت بارك لكم. برافو عليكم. شكرا استاذ الله يبارك فيك. والله طلعتوا جوهرة وعندكم مواهب ما حدا كان متوقع. تسلم استاذ. عملتوا شو بجنن استاذ. الشو ما له شغلتنا شغلتهم هن. ايه كبروا عقلكم بقى. لساتكم بنفس المكان وبنفس النقطة. أنا فكرت إنكم تصالحتوا وسكرتوا على مشاكلكم. طلعت غلطان. شيلوا هالأفكار من رأسهم بلا ما تاخدوا أحكام مسبقة. لا تظلموا حدا. دقيقة دقيقة، معناتها الوظيفة اللي اقترحتها اليوم الأنسة هي فكرتك، لأنه إذا لاحظتوا هلأ حكى نفس الكلمة بلاها الأحكام المسبقة. وهلأ دور كنت نفسه أستاذ. يعني عم تعذب حالك بهالموضوع لأنه شو ما عملت مستحيل نصير رفقات. ما بتزبط. على الأقل بقول إني جربت. قالوا لي لشوف مين طلع مع مين. أستاذ جمرة رح تزورني. ايه وأنا بدي زورها زارة. حلو. أنا بدي روح لعند إلجي وجاكري بده يجي لعندي. ايه منيح. علي أنا لعند بارك وبارك لعندي. ايه تمام هيك معناتها التطابق كان محله. ايه فما بتتصور بمحله وانبسطنا كتير فيه. استاذ الله يوفقك. لو انت بتجي مع ابنك صدقني بيكون اسهل علي بكتير. لا مو صح فكرتك. هاي وظيفة وبس. تمام استاذ. بس هن رفضوا هالشي. يعني هزال وإلجي رفضوا مو هن. انا رح ابعت العناوين بمسج ورح تلاقوا البيوت بسهولة. يعني هلا نحن مجبورين نعمل هالوظيفة. اذا ما بدكم تخسروا المنحة الدراسية مجبورين انكم تنفسوا. ايه وصلت استاذ. يعني انت رشيت بنزين على الكل وحملت حالك ومشيت. يلا خلونا نمشي. يلا. بس يا أستاذ لو منخاف من الكلاب ما كنا صرنا دياب. سلام. تضرب ما هضمك. أنت مين؟ أبظن من أكثر من 25 سنة صرت تعرف مين بكون. طمني كيف مشروع التألف تبعك؟ منيح بس أولادنا عم يعملوا مشاكل وبدها حل. يا ريت تحل لأني مليت من هالوضع. بس الولد ما بوشي ما هيك؟ قصدي علي. ما بوشي. طيب رأيك مين بيشبه؟ بصراحة شبهته بحالي أيام الشباب. راس بيشبه شبابي وأبضاويتي. والله ضحكتني من قلبي. شبك عم كذب؟ شو حتى وضعك؟ لا هاي الحقيقة. أنا أرجل منك بكتير دائما. أوه شو هاد؟ أمي أمي أمي. إيه وليه؟ لك شو سويتي أنتي؟ أنتي اللي شو عم تساوي؟ عم نطف. شو مو شايفتيني يعني؟ وليش عم تنطفي؟ ما قلتي لي جاي ابن الاستاذ بكره لعنا؟ ولهيك عم تعذبي حالك وتنطفي؟ لا من شانك انت بنتي، مشان ما يروح ويقول عن امك عفشه. بيقول يلي بده اياه، بعدين هو شو بده ينزله لتحت؟ مثلا لنقول اخذ هي ووقعها، شو بصير؟ بما انه ما عندك خدامه بده ينزل وياخذها. ايه والصبي اكيد مانو غبي رح ينزل ويشوف الغبره تحت الكرباية. تمام امي، عملي يلي بيريحك يا عيوني تمام؟ ويعطيكي العافيه. كين عندك بقى هلا بتكسفيهم فيهم ازاز طالعتهم من جهازك مشان ضيف فيهم. واذا لسه بضل معك دقيقه واحده رح اكسر راسي بسببك. لوين رايحه انت؟ زور الثاني. مين هذا الثاني؟ مون قلت لك انه طلع لي شب ثاني. وهيك بدك تروحي تزوري الشاب؟ اه امي خدي قرار واحد، بدك ابن الاستاذ ولا الثاني؟ فهمينا بقى. اصلا انا الاثنين ما بعرفهم. ايه منيح لك ان فكري فيهم على رواق. والله هالقرار صعب. أكيد ابن الأستاذ عايش على راتبه، معقول يكون فقير؟ زينو اعزمي هذا الشاب لعنا كمان. إيه بنتي يلا. شو هالشخصية؟ ما عرفتك. أبي خبرني قال بنات الزناجيل عازمين أخوك على بيتهم. ها؟ واقف أخي ما بيصير تروح وإيدك فاضية مو حلوة وإنت رايح خد معك بقلاوة. ما في داعي
مصاريك ما بمرقوا بحلقي ابدا. اخي لا تناقشني بنوب، خدهم يلا. اتركني ما بدي اياهم. عم اقول لك خدهم بقى، ما بدي تناقشني، خدهم عيب عليك. شيلهم ما بدي. يا سلام، اطلع على ابني الشهم. ابني معك مصاري، خذ هدول خليهم معك، لا تخجل قدام البنت. اسلموا دياتك يا ابني. ليش ابوك من وين عم يجيب المصاري؟ ها؟ شو قلت؟ شو يعني عم تهتنا بمصاري؟ عم قلك ما تتصرف مثل التور، وخليك لطيف شوي قدام البنت، فهمت؟ يلا ابني يلا يلا، تعال لا ترد علي. والله انا ما عم افهم على شو عم تتخانقوا. فكرة مين هالمشروع؟ كينام بيك ما؟ لا مو كينام، فكرة الاستاذ اوندار. انت متأكد؟ مم؟ طيب وانت يلي قررت تختار بارك ولا الانسة اللي اختارت؟ يا الله يا امي، يعني برأيك لو بايدي كنت اخترت بارك مثلا؟ بس بالصدفة طلع لي. يعني آنستكم اللي اختارت. خلصنا، بشو بدها تفرق؟ الأستاذ أوندار منشان يوقف العداوة اللي بيناتنا قرر إنه يساوي هيك. وبعدين هاد كينان لو اختارنا شو رح تفرق؟ ما رح تفرق شي. يعني ليش لا يختارني؟ شو بده مني؟ ولا شي، بس برأيي مو زابطة تجتمعوا مع بعض، يعني ممكن تدبحوا بعض. يعني هلأ رايح لعنده وبعدين هو جاي لعنده. اهدي بقى سلطانة داريا، انت رايحي بالك لأنه ما عاد في لا خناق ولا مشاكل. وبعدين ما ضل عندي سبب يخليني اتخانق معه. بعد ما شفت فيديو وفا الأخير قررنا نتصالح. خلاص طمني بالك تمام؟ يعني انتو صرتوا رفقات؟ لا شو هالحكي؟ مو ناقصني غير صير رفيق واحد ضرب وفا وتبلى بقصة وسخة أمي. مستحيل لو بدي موت. يمكن مو هو اللي قتله، بس كمان ما رح سامحه على اللي عمله. تمام؟ يلا وقف شوي عم نحكي. باي. شوفك لك وقف، طول بالك. خلاص أنا رايح بس أرجع نحكي. انتبهوا على حالكم تمام؟ لا تاكل هم. يلا بشوفكم. يا سرى يعطيك العافية. انت شو عم تعمل هون؟ اشتقت لك كتير. افتحي الباب وخلينا نحكي كلمتين. بس انا قلت لك اللي عندي تمام؟ وما ضل عندي شي يقوله. يلا من هون، يلا يلا روح من هون بسرعة. يلا بدر خلصنا، افتحي خلينا نحكي كلمتين. بدر بدها تخليني مثل الكلب على بابها. بدر افتحي عم قلي، خلينا نحكي شوي. بدر بدر خلصنا بقى. لك عم قلك نحنا خالصين، شو انت ما بتفهم يعني؟ مفكرة انه انا رح اتخلى عنك هيك؟ ولك انا مستعد وقف قدام الكل وقلن اني بحبك، انت بتعملي مثلي؟ ليك اذا انا لبست قميص من نار ما بتفرق معي اذا احترقت. انت رح تتحملي شي؟ فيك توقفي بوش الكل وتقولي انك بتحبيني؟ وانه زوجك تركك؟ ولا رح تضلي مخبية هذا السر عن الكل؟ على فكرة انا ما عندي مشكلة، المشكلة عندك انت. ما رح ساوي شي ولا رح وقف بوش حدا تمام؟ طلع فيني. اصحك تفتح تمك اذا زينو سمعت بهالقصة. قال انا عم بحكي وكأنه انت بهمك مشاعرها. يلا خلصنا نقلع من هون. بلا ثقافتك حبيبتي ما تلعبي معي. قدر لك افهمي، انا قلبي ما له لعبة بين ايديكي. قدر لك يا اخي وقف شوي، لك استنى بس شوي. خير ان شاء الله بلال. ايه ما في شيء اختي، مو اتفقنا نغير قفل باب البيت؟ مرقت لحتى اخده ورح غيره فورا، ما في شيء. مو وين قدر لك؟ تفضل بلال، خذ هدول المصاري واعمل لي 3 نسخ للمفتاح، واحد لي وواحد لزينو والثالث للمعلم فرات تمام؟ حرام الرجال بس يرجع يوقف على الباب. شكرا لك اخي بلال. استغفر الله اختي، هذا واجبي. بس انت خدي هاي المصاري وبس يرجع المعلم فرات بنبقى نتحاسب. صحيح وينو المعلم فرات؟ ها والله نسينا وشه. داريا
بقديش البطاطا اليوم؟ بقديش البطاطا؟ 12 ليرة. 12 ليرة؟ 12 ليرة؟ لك إلي سنة عم قله لعلي نزرع بالبستان، يعني منوفر شوية مصاري والله قصة. أختي أصلاً نحن عم نجيبها بعشرة. والله حلوة هالفكرة. هاتي أعطيني عنك حبيبتي. صحيح هدول أخذتيهم للفرن ولا على البيت؟ للفرن. أعطيني إياهم تقال عليك. لك خلصنا. هاتي هاتي عني هدول شوفوا امشي وشنقليني هيك بتشربيني الشاي ما هيك؟ ايه تكرمي. عملت كيك بالعنب بتحبيه؟ ليه موت علي سلم ايديك. أنا هلأ وصلت على بيت إلجي، وبكل مكان في زرع ونباتات بتاخد العقل. هي جنينة بيت إلجي ومنظرها بجنن. وطبعاً إذا بدكم تسألوني عن شخصية إلجي فما عندي أي معلومات لأنه لسه ما قدرت أوصل له. وحسب ما فهمت بوقت الفراغ بحب يسبح ويسمع موسيقى بصوت عالي ويسترخي. إلجي 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 أنا بورجيك يا تافه. لا توقفني، وقعت من ايدي بالغلط. لا تضربي، مو ناقصني غيرك. طلع فيني، طب لسانك احسن لك والا بضربك بالتاني على راسك. ليك على هالشكل كانه قاتل حالي عليه. ليك شو رح تعمل؟ رح تقعد تحكي لي شوي عن حالك وانا رح انجبر اسمعك، وبعدين رح احمل حالي وامشي. وقفي زينو. بعد شو صليك؟ لك شو هالحالة هي؟ إيف الله يصبرني، كان لازم جيب معي حلو وارتاح من هالقصة. أوف منك يا عرب شو غبي. هي نتيجة انك ترد على حكي ابوك المصيف. شو هاللبكة هي؟ والله تعبت. تفضل، مين بدك حضرتك؟ مرحبا خالتي، انا كان بدي هزال بس. تفضل انا امه. ايه انا عرب، قصدي رفيقه سنان. انا اجيت لزورها وشوفها. اهلا ابني، تفضل. يسلم. دقيقه بس، انا جبت هدول الاغراض ان شاء الله يعجبوك. بدي عزبك معي شوي، معلت مسكي الموبايل بس ثانية، خليني اشلح من رجلي. يسلم، هاتي عليك. شكرا كثير، السلام عليكم.
مرحبا، أنا جاي لعند بارك. تفضل. شكرا. أوه، وأخيرا شرفت، كنت متوقعك تجي أبكر. ها شرب. برافو. عم قلك أنا ما بدي شارك بالمشروع، ليش ما عم تستوعبي؟ ما بدي شارك. إيه خلصنا بقى، شو فكرني قاتلي حالي عليك مثلا؟ إلقي لك، أنا ما بدي أخسر المنحة بسببك، عم تفهم؟ أنت يلي ما عم تفهمي، عم قلك ما بدي. تركي الباب بقى. آه زينو، صار لك شي؟ ركبتي. آه أنت منيحة؟ زينو. آه زينو. شو ها؟ كأنه مفجرين قنبلة هون. تقريبا يلي صار أبشع من تفجير القنبلة. كنت قاعد مبسوط وما أحلاني، قام اجيتي حضرتك ونزعتي لي مرائي. شو هاد؟ كم يوم صار لنا هدول؟ أمك وأبوك ما بيقولوا لك شي؟ ما بيعرف، هنن بإجازة، فهمتي؟ كيف يعني؟ تركوك لحالك وطلعوا بإجازة؟ اي نعم. مرحبا يا عصفور. ما فينا نوصل للأب والأم اللي عم تدوروا عليهم هلأ، بس تلاقوهم قولوا إنه أولادهم عم يستنوهم بالبيت، رجاء. باي. هاي زينو نجحت بالدرس. كيف؟ ممتاز الوضع هيك؟ صرتي تعرفي رفيقك كتير منيح. ما شاء الله ما شاء الله يا خالتي، ما بقى ايام ما كان لكم من كتر القرايبين. بس كأنه مو شايف ولا صورة لهزال، يعني بقصد وهي صغيرة. سنان انت شو عم تعمل هون؟ ايه تعرفي هلأ كنت عم أقول اسمك، بس يا ريتني لا قلت ولا شفتك. ها والله ما عاد عرفت كيف بدي اتعامل معك يا رفيقتي الغالية. شو رأيك انت؟ شيل هالكاميرا بقى، طلع فيني. تنقلها وبتروح من بيتي هلا، عم تسمع؟ ما عاد بدي اشوف خلقتك هون مره ثانيه. نقلها يا بنتي. انت لمين طالعه؟ والله امك مره بتاخذ العقل. انت لمين طالعه، لابوكي ولا لعماتك؟ خلينا نفهم. انت شو دخلك بامي او ابي؟ شو دخلك؟ نقلها روح من بيتي يلا. خلص نزلي ايدي. قلت لحالي اكيد جوعانين، ذوقوا هدول. اه خليني اخذ وحده من هي. شو عملتي؟ الله يصبرني. لك شو هذا؟ مو معقول شو طيبين، والله ما بيفرق شي عن أكل أمي. هلأ صرت متأكد إنه مبدلينك بالمشفى لما خلقتي. يلا طالما شبعت صار فيك تروح، تفضل. هزال بنتي عيب عليك تقلعي رفقاتك. إيه مزبوط حكيك عيب، بس هو ما بيزعل لأنه بيعرف إني ماني فاضية بنوب، ما هيك رفيقي. يلا روح يلا. يا الله منك يا ربي دخيلة. هزال بنتي وقفي، شو عم تعملي؟ خود هدول معك لأهل الحارة الجوعانين، وخود هاي أعطيها لوحدة قبل ما تسود، أكيد عندك بالحارة زهرة حي مسكينة. يلا بنتي. هزال وقفي شوي. بسيطة، أنا بعرف كيف أتصرف معك. طلع من بيتي. هزال شو عم يصير؟ آه وهي مو بتكون قرايبتكم؟ قرايبة شو؟ أمينة خانم شوفي، مو كنا متفقين معك إنه بنتك هزال ما تجيب رفقاتها على البيت؟ نحن آسفين، بس هو اجى لحتى يعطيها شغلة ويروح، ما بدي هالشي يتكرر. حاضر يا خانو. ليك عرب. عرب ما هيك كتير حلو. بسيطة هزال خانو. عرب الله يلعنك، لك شو هالحظ هاد.
شو هاد اللي عم يصير؟ والله ماني مصدق، ماني فهمان شي. البنت طلعت فقيرة مثلنا. هدول مو لألي، لأبي. حسب هو ما بيقول يعني أنا ما شفت شي بعيوني، وبسمع أنه كان منيح كتير. على فكرة هو ما بحب حدا يلمسه أبدا، يا ريت ترجعوا لمكانه. إيه شو بدنا نعمل هلا؟ يعني بقصد بخصوص الشاب اللي عم يبعت رسائل. بدنا نستنى لحتى يدلنا على القاتل. خطة رائعة، منيح كتير. لكن خلينا نفكر شوي مين القاتل. جمرة؟ لا، إلجي، جاجري وأنا، ولا واحد فينا. معناتها ما ضل عنا غير ضل جمرة أو هزال. كان في 100 شخص عم يحضروا الحفلة غيرهم. والله أنا ما شفت حدا غيركم في عنده مشكلة مع وفا. يعني المرشحات الجداد للجريمة بنات. ما عندي مرشح وما عم ميز حدا فيكم عن التاني. شكرا كتير، كلك زور. تكرم. لكن بالأول خلينا نتفق على شيء. جامرة مستحيل تكون قاتلة. صح أنا بعرفها لجامرة أنه كل فترة والتانية ممكن تجيها حالة عصبية، بس مو ممكن أنها تعمل هيك شيء. هزال مثل ما بتعرفها، التخطيط والمشاريع ما بيناسبوا ذكاء أبدا. بعتقد لهذا السبب ما عم نقدر نلاقي الفاعل بطريقتك. أنت عم تركز بالنقاط الغلط، لهيك خلينا نشتغل على طريقتي أنا. وشو هي طريقتك؟ منشوف. بارك سألتك جاوبني. أول شي بدي اتصل بالشركة يلي نظمت هديك الحفلة، وبدي اطلب التسجيلات اللي عندهم. قدرت اشرح لك بطريقة مفصلة وقدرت طمنك استاذ علي؟ ايه مو غلط، بس يا ريت تقلهم يستعجلوا شوي، كل ما كنا أسرع كل ما بيكون أحسن. برافو عليك. وانت هلأ روح عمل يلي لازم تعمله، بدي تصور هون وهنيك، وصورني، روح صور غرفتي، وهيك ما بتحس حالك غريب بما أنك بتعرف الطريق. لوين؟ هات كل شيء؟ فيكي تحشري انفك كمان شوي بحياتي؟ فيكي تعكري الاجواء كمان شوي؟ ها؟ خلصنا بقى، اترك ايدي، قلت لي روح ولكني رايحه. شو زينو؟ لا تكوني شفقتي علي. قلتي الجي امه وابوه تاركينه، يا حرام بزعل. ما انا منيح يا بنتي، ليكي عايش وحيد وما احلاني، ما في حدا بينق ويسالني 100 سؤال، هيك مرتاح. وبعدين أنا ما بشبهكن أبدا، أنا مالي عايش بوحدة بسبب الفقر. منيح، لكن بتستاهل اللي عم يصير. شكله برأيك بستاهل أكتر من هيك كمان؟ شو زينو قوليلي، مو هيك بتقصدي؟ ليش؟
ليش الأب ممكن ما يحب ابنه؟ الأم المتسلطة ما بتخاف؟ حزفون بس بارك، هات التليفون بارك من إيدك. بارك، تاني مرة إذا بنادي لك وما بترد بنفس الثانية. أهلا وسهلا عم نضيف. هلا عرفت ليش ما رديت؟ فينا نعرف سبب الزيارة علي بيك؟ في عنا وظيفة مشان هيك إجا. شو هالوظيفة المهمة اللي بتجمع عدوين لدودين ببيت واحد؟ من أنت؟ عفوا شو قلت؟ لا ما قصدي هيك، يعني هاي وظيفة وكل واحد منا طلع له اسم رفيق ولازم يقضوا وقت طويل مع بعض، وبعدين لازم نسجل حديثنا وناخد كم صورة وكم فيديو، وهيك بنكون عم نتعرف على بعض أكتر. ايه؟ معناتها حسب ما فهمت انتوا الاثنين طلعوا اسماءكم لبعض. ايه شو هالحظ، شو هالقدر وهالقسمة الإلهية اللي خلتكم سوا؟ فيك تعتبره شو ما بدك، بس لازم تعرف انه ما اجيت برضاي. الأنسة قالت لي ما بيعمل الوظيفة رح يرسب بالمادة. مشكلة كبيرة هي. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ تعوا على الجنينة، خلوني ساعدكم بهالوظيفة. يلا يلا، لحتى تعرف الولد منيح لازم تسأل عنه أبوه. الحقني لشوف. تفضل. شكرا. عفوا، يعطيك العافية. شرفت، مع السلامة. شو صار لهم؟ لزقوا على الطاولة؟ بتعرفي شو المشكلة؟ ما أكلوا غير فطرتين وأخذوا اثنين شاي معهم، والله عيب. أنا عزمتك لعندي مشان تشربي شاي، بس المحل تعبى، اليوم في شي غريب. تفضل. يعني حبيتوا للمحل كتير لهيك ما عم تعرفوا تروحوا؟ لا، عم استنى باقي المصاري. قدار. تفضل، ما تواخذنا. عبدو منيح ليكونوا ناقصين، واحد اثنين. لقدر بكفي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. مع السلامة. مو معقولة أنت قدار. بتعرفي شو أنا بدي أروح؟ لأنه بصراحة هذا الشغل ما بيناسبني أبداً، برأيي الزبون مو دائماً على حق، بلا ما أضرب لي شي واحد هلأ وبتلفي. يا الله منك، لوين رايحة؟ وقفي، شو صار لي؟ ليكي هي فضي الدكان، خلينا نقعد ونشرب شاي مع بعض. بدي روح يا أختي، البيت قايمة قيامته، حاطة البرادة بالغسالة وكنت عم بمسح الشبابيك، تركت كل شي وإجيت لعندك، ولسه عندي تنظيف السجاد كمان. ليش معجوقة كل هالقد؟ جاي لعنا ضيوف، بده يجي رفيقة لزينه لعنا اليوم. إيه مشان وظيفة التآلف، علي راح لعند بارك. ليكي قلت له يتصل وما أنا متصل ولا شي، كتير قلقاني عليه. عند بار؟ نفس الشاب اللي خطفه؟ ايه صح، برافو عليك يا قدر. وبارك بده يجي لعند علي، أنا مستغربة كيف زبطت معنا لهالدرجة. لا، اللي جاي لعنا ما بنخاف منه، هذا رفيقة لزينه، ابنه لإندار بيك. مين هاد إندار؟ لك هاد الكوج. أوندار. ايه أوندار. ايه طبعا، انت بتعرفي اسمه احسن مني. شو ما تقولي انت. ايه شوف يا ولي، شبكي انت مرة عزبة والرجال حليوة، مين دخله؟ ما في شي منعكم، ايش حياتكم سوا؟ لك شو هالجنان اللي عم تقولي؟ هلأ انا رايحة. ايه شبك معلم فيداد، خوفتني يا زلمة، فكرت حالي دخت على قد ما اشتغلت. استني اختي دقيقتين، كنت جاي اطلب منكم طلب صغير، ومنيح انه لقيتكم مع بعض. خير معلم فيداد، قول. يعني مشان ابني الكبير، بتعرفوا صار وقت انه يستقر. ايه انا ما عم اعرف شو عم يشتغل، وعم يسهر كل يوم للصبح. والله ليش الكذب، انا خايف انه هالولد يضيع ويروح من بين ايدينا. عم قول نتفق انا وياكم ونحاول نزوجه، يمكن وقتها بيصير زلمي. يعني لو امه مالها بالسجن كانت حلتها، بس ما في غيركم هلا تصيروا امهات لاولادي. شو هجنان؟ بس قدار. لا يعني قصدي بلال مانو ولد صغير معلم فيدات. بدك يانا أنا وداريا نكون إمهاته يعني لبلال؟ ليش قديش في فرق بيناتنا؟ يا أختي طيب صيروا إخواته، مو ضروري أمه، يعني عملوا معروف معي. شو نعمل معروف شو يا معلم فيدات؟ يعني لهلأ ما فهمت شو عم تطلب منا. صدقيني وأنا ما فهمت شي. طيب رح أفهمكم، أنا قصدي عن شكران بنت المجنونة؟ يعني هي بنت خانو، وأنا شخصيا حاببها كتير والله، وحاسسها بتلبى لابني وبتناسبه. عم قول إذا رحتوا حكيتوا لي منور وجسيتوا لي نبضة وسألتوها، يعني إذا البنت كانت موافقة ما نروح منطلبها. بلال موافق على هالشي؟ يعني
في شي بيناتهم هن تعرفوا على بعض وعم يحكوا سوا؟ لا ابدا ما في هيك شي، بس يعني خطرت لي فكره وانا عم فكر فيها وقول يعني ليش ما يتزوجوا، شايفهم مناسبين لبعض وبيمشي الحال. طيب معلم فيدات، ليك انت ما حكيت مع بلال بهالموضوع؟ يعني الاحسن بالاول تحكي مع الشاب، يمكن يكون في عنده حبيبه او حاطت شي بنت براسه. يعني برايي ما بيصير ابدا انه نتصرف من عنا. اختي بشو بدي احكي معه؟ لو القصه على بلال كان بيقضيها اليوم مع بنت وبكره مع بنت، هذا يلي هو شاطر فيه اصلا. فكره الزواج مو خطرت له لابني ابدا، بس انا بدي خليه يعقل بقى. والله بصراحه معك حق، لامتى بده يقضيها هيك؟ بنات العالم مو لعبة بين ايدي. تمام معلم فيدات، انا بحكي مع البنت وبحاول اني اقنعها ورح اعمل جهدي. يا سلام، هذا الحكي اللي بينسمع. يلا ناطر الاخبار منكم، هلا اسمحوا لي بدي اروح. يلا بخاطركم. شكرا المجنونة. ليك مشان يحاول ينقذ القطة من الشجرة نزلت القطة وهو ضل على الأنفو. عن جد عم تحكي بابا؟ هلا وقته؟ أكتر وقت مناسب هلا، هو بيخاف من الأماكن العالية. ليك اطلع اسمع، هاي فقرة ممتعة. بس اتأكد عم بتصور؟ ايه عم صور. ها طيب تمام. ليك ما عم يقدر ينزل، ليش؟ لأنه في بنات واقفين تحت. طيب كان مغمض عيونه وعبط هالشجرة هيك، والكل عم ينادي له انزل لتحت، ضلوا 3 ساعات عم بيقولوا له انزل وما في أمل، وآخر شيء البنات طلبوا إطفائية وإنن إجوا نزلوا لتحت. وإنت وين كنت لما صار كل هالشي؟ كان لحاله؟ لا يا روحي ما كان لحاله، المربية تبعنا وقتها كانت معه، وأنا بظن كنت بالاجتماع مو متذكر، بظن اتصلوا فيني وما أدري صار. وبعدين؟ شو قصدك ببعدين؟ قصدي بعد ما عرفت جيت فورا لعنده واتصلت بالإطفائية واعتذرت منه لأنه أخذنا من وقتهن على الفاضي، وبعدين حكيت مع بارك. يعني أنت ما عاقبته؟ ليش لعاقبه؟ تمام تمام بكفي، خد طفيه وبعدين منكمل. شو عم تعمل بارك؟ طول بالك. خلص اتركني بقى، صار لي ساعة قاعد وساكت على كل هالتفاهة، واصلا شو هاد اللي عم نعمله؟ مالي فهمان. ما تقلل احترام واعتذر من رفيقك. اسف ما فيني، لانه انا تعلمت منك مين لازم احترم. شو كنت تقول بابا؟ دائما رح تصادفوا بحياتكم ناس من الطبقة المتوسطة والضعيفة، وهدول رح يشتغلوا عندكم مو اكتر، هدول رح يكونوا استراحات بسيطة وما لازم توقفوا عندها ابدا. نحن طولنا كتير هالمرة برأيي. دول حياتهم كلها كذب. ولك يا بنتي، انتي امك وابوك فوق راسك وعم يكسبوا مصاريهم بعرق جبينهم، ما عم افهم بدك تستعري منه؟ ما بعرف ليش خجلت بامها، انت بس لو تشوف المخلوقه قلبها طيب وحنونه مثل الملاك. ولك انا عم شوف امي مره بالاسبوع، ولك امي تطلع من السجن وانا مستعد احملها فوق راسي، والله بخدمها ليل نهار. يا روحي انت شو حنون، اعطيني هدول خلينا نصب الشاي. خالة داريا انتي قعدي خليهم هنن يصبوا، انتي سلطانة ما بصير تشتغلي. خجلتيني بهالحكي، يلا لكان صبوا لشوف. انا رح اجيب الاوري. تعرف شو المشكلة؟ هلأ عم يتصرفوا كأنه نحن لقطنا عليهم نقطة ضعف، وكمان المشكلة هنن مفكريننا مثلهم ومفكريننا رح ننبسط لأنه أمهاتهم وأبهاتهم ما بيحبوهم ومو سألين عنه. كيف يعني؟ كيف بدي اشرح لك خالتي؟ هذا اللي اسمه إلجي، إلجي أمه وأبوه تركوه راحوا هيك ببساطة. كيف الفقراء بيتركوا الأولاد الصغار بساحة الجامع؟ الأغنياء نفس الشي، بس بيتركوهم بالفيلا وبيهربوا. بس لو تشوف البيت يا خالة داريا، المكان كله مثل المزبلة. شو عم تقولي انتي؟ والله زعلتيني، مو كل العالم بيلبق لها تصير أم وأب. الله يحمي الأولاد من هالأهالي اللي ما عندهم ضمير بنوه. عن جد زعلت كتير. على شو زعلتي خالة داريا؟ على شو بالضبط؟ البنت قلعتني من البيت وحطتني قدام الباب. معقول يعطونا وظيفة اسمها من أنت؟ أنا بورجيها الحزن، والله لو ورجيها قيمتها. أصلاً صورت كل شيء على التليفون وأنا بدي أعمل مثلها، بدي أعمل مثل ما عملت تماماً. وأنت عادي إنك هيك تساوي؟ يعني هيك تصرف بيليق فيكم؟ أنا مالي شايفته بيليق فيكم، وأمك ما كانت قبلي. خالي داريا هنن عم يعملوا العمايل فينا، اسأليهم عم كذب شي؟ لك شبكن احكوا.
يعني أنا لو كنت مكانكم كنت استضفتهم بطريقة حلوة كتير، وبصراحة كمان كنت ورجيتهم كيف بيصير استقبال الضيوف. علي؟ أنت ليش ما عم تحكي؟ حكي لنا شوي عن لقائك ببارك. غيرت رأيك فيه يا ترى؟ نو، كنت معتبره ما عنده شخصية، طلع هيك بالفعل. بس هلأ فينا نقول أنه عرفت السبب. شو السبب؟ أبو السبب كينان عمله لابنه مريض نفسي. هاد رأيك أنت ولا بارك حكى لك شي عن حياته؟ لا، إذا بحكي لك رح تفكري كأنه مشهد من شي فيلم رعب، بس هي الحقيقة. بس كان ناقصنا موسيقى رعب ولقطات حماسية. عم يضحك كل الوقت ويحكي شغلات بلا طعمة، وأصلاً أنا ما فهمت شي عليه. الرجال اللي كان مبارح عنده استعداد يدمرني استضافني اليوم بنص بيته يا ماما. بظن أنه مختل عقلياً. إيه المهم، في صور عندهم بيبينوا أنه عائلة سعيدة. لما كنت عم صورهم نزلت للطابق اللي تحت وشفت غرفة، فتت لجواتها لقيت غرفة بتخوف وعتمة، في ضوء ضعيف جاي من فوق، وكان في فرشة على الأرض، وفي على الحيط رسومات وكتابات غريبة. أبوه مجنون، بظن كل ما بده يعاقب بارك بينزله لتحت وبيحبسه بالغرفة. أوه. شو هالمسخرة لك علي؟ عفو. والله هذا اللي صار يعني. أنت منيحة خالة داريا؟ لك أخي مو معقول هادي اللي عم تقوله. شو مفكرني عم كذب؟ ولا ما حدا غيرك صور مثلا وأنا صورت؟ شو بكن انت وياه؟ اليوم متغالظين، عن جد نزعتوا لي مرائي. جا جريمات سرعنا، روحوا شغل الاغاني. برافو، فكره حلوه. ده خلي منكم اصلا. في شيء مهم بدي اسالك عنه. هلا الفيديو يلي صوروه اليوم عن جد ممكن يعرضوه هيك بكل بساطه؟ هالشي اسمه تدخل بالحياة الخاصة، وإذا اشتكينا للمحكمة منكسب القضية. آه فكرة حلوة، خلينا نرفع قضية على بابا. لو سمحت روحوا احكي مع عمو كينان وخلي يلغي هالمشروع. إيه؟ ما هي؟ إلغي، شو رأيك أنت؟ شو صار لي؟ شبه؟ شو الموضوع؟ شكلها الأمور اليوم ما مشيت مثل ما بدك، والواضح أنك وقعت بالفخ يا ساندريلا. كيف؟ ولا شيء. ليكوا اسمعوني يا شباب، معقول نحن بإيدينا بدنا نعطيهم شي ضدنا؟ يعني ما بدنا نعمل شي وبدنا نضل هيك مكتفين ومربطين؟ شو بدنا نعمل؟ الموضوع انتهى، بس يمكن فينا نضمن حالنا. كيف؟ بكرة مين بده يروح لعند مين؟ شو جمرة كانت بدها تروح لعند هذا الغبي اللي اسمه عرب، وجاجري لعند زينة، وانت بارك؟ لعند علي. تمام تمام، بس أنا ما فهمت شو بدنا نعمل. بدنا نخلي ولاد منطقة توزلو يندموا. الثلاثة رح يشوفوا كيف بيفكروا إنهم يتحشوا مناخيرهم بحياتنا. أنا موافق، بس ما مندخل هالمراهق أبدا بالخطة، لأنه مالي خلق أتحمل عذاب ضميره أبدا. مرحبا. أهلي هزال، بعدين رح نحكي بالتفاصيل معك. شو شايفة صايرين عم تسهروا من دوني؟ لو ما شفت الستوري ما كنت عرفت. حياتي أصلاً السهرة بدونك مو حلوة يا بنو. حبيبتي وأنا كان بدي اتصل فيكي. ليك عم قول بكرة خليني روح معك لعند زينو نتسلى سوا. موافق، حلوة الفكرة. علي الصوت كمان شوي. ايه علي. أيوة. كمان علي. يلا حلو. ورشينا يلا. يا عيني شو هاد. يلا تعالوا كمان انتوا معي. يلا قوم تعال، ما بدي. لا ما بدي. يلا يلا يلا. السنة الماضية أخذوا البطولة بطريقة غريبة بالصدفة، والسنة مو بعيدة ياخذوها هيك كمان. عم قول لو ندخل علي معنا
وأنا هيك خطر ببالي، وبكرة ناوي أحكي معه. بيكون كتير منيح. كيف طمني، عجبك الأكل؟ وحياتك عملتهم بإيدي كرمالك. بسلم إيديك. طالع طيبة كتير. كنان؟ إيه؟ يا ترى بدك شي مني؟ بصراحة ما في بالعادة نتعشى لحالنا، شو القصة؟ إيه عم حاول راضيك مشان ما تضل زعلان، لأنه آخر كم يوم أنا تماديت شوي. شوي بس؟ طيب يا سيدي، شوي كتير. أكتر بكتير. تعرف أني عم ضوج من تصرفاتك من أيام الشباب، وأنت هيك ما تغيرت. كل ما بحاول أني صلح موضوع ما بيزبط معي. وأنا عم ضوج لما بتجي بدك تعتذر وبتلف وبتدور بالحكي. شو حلت القصة؟ بعدين أنا أصغر منك، أنت بدك تتحملني وتطول بالك. قدي مواليدك؟ خلقنا بنفس السنة. لا، بأي شهر؟ أي شهر؟ بدقة. أي دي أنت عم تحكي عن جد؟ بدك تحاول تثبت انك اصغر مني من خلال الشهر يلي انولدت فيه، يعني هذا اللي بدك توصل له؟ ما طبعا. تمام، نحن الاثنين مالنا شباب، اذا هيك بترتاح. تفضلوا. سلام كنان. وحق اللي خلقك ما عندي خبر، والله ما خبرت حدا، بحلف يمين. اهلين يا خوانم. اهلين فيك، صحه وعافيه. شكرا. مرحبا يا حياتي. شكرا. سلام. يا اهلا، شو هالمفاجأة؟ اهلا فيك. تفضلي لو سمحتي. صحون بالله فورا كنان بي. شكرا. انا مرقت لعند ايلا، وبعدين لما شفنا سيارة اوندار قلت خلينا نسلم عليهم. قدر، اهلا وسهلا. معلم فيداد، مساء الخير. اوه اهلا فيك يا اختي. يلا بلال ركوت صب شاي لأختك. لا ما بدي، ما أجيت لأشرب شاي. حكيت مع منور وقالت خليهم يتفضلوا لعنا الأسبوع. عم تحكي عن جد؟ حكيتي مع البنت مايك وأخدتي موافقتها؟ هاي شغلة بلال إنه يقنع، هو شاطر بهالشغلات. خير إن شاء الله. شو الموضوع؟ ألف مبروك بلال، لقينا لك عروس. معلم فيداد إجا وحكى معنا وقال هالشاب ما رح يعقل إلا إذا زوجنا وخلصنا. أنا رح أطلب البنت بنفسي. تمام معلم فيداد، أنتوا بس عليكم إنكم تحضروا الشوكولا والورد. يلا ألف مبروك من هلا. الله يخلينا ياك يا أختي. ولو تكرم يا أخي، خاطركم. وقفي شوي قدر. فهميني، شوفي شو عم تعملي؟ هاد واجبي. أبوك قال إنك كل يوم عم تطلع مع بنت شكل، وقال أحسن حل إنه نزوجه، وأنا اليوم خطبت لك وانتهى. بعرف ليش هيك عم تعملي قدر. أنت عم تنتقمي مني ما هيك؟ لأنه ما جاوبتك هداك اليوم، بدك تخليني جن. أعطيني إيدك لشوف. أعطيني. لا تخافي، أكيد ما رح أعمل لك شي بالشارع. عم تسمعي صوت قلبي؟ عم يمضوا يقول قدر. بقى بنت شو وخطبت شو؟ من وين طلعتي لي بهالقصة؟ ليش لا؟ صدقني إنه هذا الموضوع رح يخليك ترتاح يا بلال. إيه؟ نعمل لك عرس بالحديقة، ولا قلك أكيد الحديقة ما رح تكفيك، نحجز لك صالة الأعراس اللي على الساحل، هيك أنت والعروس بترقصوا براحتكم. قدر ما تلعبي معي. خليني روح بلال. خلص ايه؟ بكفي. بتزين قدر القارب. اهدي تاخد العروس. وطي صوتك. خلص بقى. شو صار لك؟ اهدي شوي بقى ولا تخليني جن. نحن ما رح نزبط يا بلال، خلينا ننهي هالقصة. قدر روح شوف حياتك. قدر يا روحي. الله يلعن حظي. تعرف كنان، ما عم صدق انك بايدك محضر كل هدول. عن جد؟ اذا مالك مصدق اسألي سيربيل. عن جد كنان بيك حضر كل الاكلات بايده، وانا بس قدمت لكم ياهم. سمعتي؟ اوه لكان برافو. مانك الرجل الشاطر الوحيد اوندر بيك. لك ليش حاسس انك غيران مني شوي؟
كيف بتحبوا تشربوا القهوة؟ أنا بدي إياها سادة، أوندار بيشربها مع شوية سكر. وأنا سادة. أنا ما بدي شكرا. حاضر يا بي. خلص ماشي، قررت أني أعترف أنا عم غار منك. صار مارق سنين على فراقكم والمخلوقة لساتها متذكرة حضرتك كيف بتشرب القهوة. يعني حضرتك عم تترك أثر عميق بالنساء أوندار. هلا دقيقة، الموضوع ما إنه هيك، بس بصراحة أوندار بمواضيع مثل هي بيهتم أكتر مني. يعني هالقصة متبادلة. كيف يعني؟ مثل شو مثلا؟ ليلي هو شو متذكر؟ مثلا أنا بتحسس إن الفستق كتير، ليك ولهلا ما شفته جابه على البيت أبدا. فستق؟ مستحيل. لأنه جاكري بيتحسس من الفستق يا خانو، من أيام الصغر بيتضايق منه وكتير، لهيك ما بجيب. بس ما بتتضايقي إنه عائل الرجال ما بيعرف يشتغل غير بهالطريقة؟ بعرف من حالي أنا، يعني لما الرجل بيجمع معلومات عن مرة جديدة بحياته أوتوماتيكي الشغلات القديمة بتنحذف. يعني اللي بقصده أنا التفكير الرجل كتير محدود، العطل فيه بالأصل. بس دقيقة، يعني كلامك هذا بدل إنه أوندار بحياته هلأ مرة جديدة؟ هيك لازم أفهم منك كينان بيك ولا غلطانة؟ لا ما قلت هيك شيء أبدا. لكن شو اللي عم تحاول تقوله كينان؟ خليني أفهم، صار عندي فضول. أنا عطيت بس نظرية صغيرة عن الرجل، يعني بصراحة ما بعرف إذا في مرة جديدة بحياتك. ممكن يكون وممكن ما يكون فيه. مين إله علاقة بهالشي؟ جاكري إله علاقة، وبما أني أنا أمه وبعتقد هالشي بخصني إلي كمان. نسرين، جاكري ما عاد ولد صغير وأنا رجال أعزب، يعني طبيعي كتير أني ما أشرح لحدا أي شيء ولا مضطر أحكي. بكل الأحوال ما في شيء من هذا بدون بهاي الفترة. مين طلب منك تروح تشوف لي بنت؟ مين قال لك أني بدي أتزوج؟ ما بدك تتزوج يعني؟ بدك تضل عايش هيك حياتك؟ إيه هيك بدي ضل عايش، أنت شو لك عندي؟ ابني المشكلة وين يا روحي؟ إذا جبنا مرة ظريفة على بيتنا وخليناها تهتم فينا وتعملنا نظام لحياتنا. بابا أنت عم تدور على عروس ولا على خدامة لإلك؟ ما عم بفهم عليك، قلي أنت شو مشكلتك بالضبط؟ إذا هيك خليني أعطيك مصاري وجيب خدامة للبيت، وإذا همك النسوان روح أنت تزوج، مو تورطني لإلي. لأني بحب نبهك بابا، مرتك ما رح تطلع من السجن إلا على القبر دغري. أحكي منيح عن أمك ولك. حاضر رح أحكي منيح بابا، لكن خليني أحكي بكل صراحة، عندي فضول لحتى أعرف شغلي. لنقول أنا وافقت على الزواج ورحنا وطلبنا البنت ووافقوا الجماعة، أنت كونك أبي شو فيك تقدم لي؟ طبعا غير موضوع أنك تغني بعرسي. كونك أبو العريس بمصاري مين بدك تعمل عرس ابنك؟ ها؟ بمصاري أنا ما هيك؟ ولا شو؟ عملي اللي قلت لك عليه والباقي عندي. خلينا نعطيهم درس حلو لأولاد توزلو. أي وأنا برأيي لازم نعطيهم درس. أي شو بدنا نعمل؟ شو الخطة؟ خليها مفاجأة حبيبتي، تجي وبتعرف. إلجي، كل ما كان العدد قليل كل ما بيكون أحسن جمرة. في مؤامرة عم تصير هون، انتبهوا. تعالي 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 تعالي. فيكي تعرفي شو الخطة؟ شو هاد؟ يعني هيك مفكر حالة إنها ساعدتنا؟ أخي أنا متأكد إنه هدول ناويين على شيء، هالعديمين الشرف ناويين على شيء.
بس ما يجوا بكرة بكل وقاح؟ إذا إجوا رح تشوف شو رح أعمل فيه. إن شاء الله يجوا أخي إن شاء الله. بس بدي أسألك سؤال. جمرة كلنا بنعرفها، بس أنت عندك ثقة ببارك؟ لا جمرة ولا بارك، أنا ما بوثق بحدا غير فيكم بهالكتكوتة. خليهم ينصبوا فخ لنا، من دون ما نعمل شي رح ننزع لعبتهم إن شاء الله. لو بعرف كنت فتت على المشفى من زمان يا بيبي. يعني من بعد هلأ خبريني قبل ما تزعلي وتبعدي عني، مشان خلي حدا يضربني بسكين أو قول لحدا يقوصني مشان حبيبتي تحن علي. بلغ لاستك بارك، عم تخوفني بهالحكي، خلص اسكت لو سمحت. طيب عن جد شو صار؟ آخر مرة تركتك فيها كأنك كنت حابة واحد تاني، شو يلي تغير؟ أنت كنت عم تضايقني وأنا ضايقتك وهيك طلعنا خلصني. ايه يعني فريق توزلو ياكا خلصوا زيارات البيوت، شو بدنا نعمل هلأ حبيبي؟ إلجي ما حكى لك شي؟ ايه بس حكى باختصار كتير، يعني انت عطيني شوية تفاصيل مشان بكرة ما خبس بشي، تعرفني انا بهيك مواضيع شوي. بنت فاشلة. برافو عليك، انا هيك. بارك ممكن تجي شوي؟ بارك. عفوا حبيبتي، بس دقيقة. خير شوفي هزال، انت مجنون الشي خير؟ انا كل ما بدي اتقرب من جمرة رح تشغلي زر الانذار. ليكي اللي صار صار، كل شي مرقنا فيه راح وانتهى، وانا هلا رجعت حبيب جمرة، تعودي نحنا منحب بعض، مفهوم؟ جمرة عم تشتغل لعلي جاسوسي. عفوا كنت بدي اقول حبيبتك. بتمنى ما كنت تأخرت بتحذيرك، لانه قبل شوي حسيتك انك عم تحكي شي مهم. نسرين ممكن تقوي حالك شوي لو سمحتي؟ حاجة تحطي حالك بهيك مواقف سخيفة إذا بتريدي. مين هاي المرأة؟ أنتي بتعرفيها آيلا؟ يلا قوليلي. حسب ما فهمت لسه ما في شي من هاد بنوب، أنتي ليش عم تهزي بدنك وتتوتري؟ أنتي بتعرفيها للمرأة؟ الأولاد يلي دخلوا جديد على المدرسة عن طريق المنحة الدراسية، المرأة بتكون أمه لعلي. علي؟ يلي تخانق مع بارك؟ ايه بالضبط، وحضرته اللي حاول انه يطلع جمرة عن طريقة، وامه واضح انه عم تحاول تطلع اندارة عن الطريق. فيكي تلاقي لي عنوان المرأة او اي شي عنها؟ نسرين ما بيصير. انتي ليش ما بدك تساعديني ايلا؟ لانه ما في داعي تحكي معها بنوب. شو بدك تعملي؟ انتي بدك تروحي تحاسبي مرأة عم تشتغل فرانة بحارة فقيرة؟ شو اسم الحارة؟ خلصنا نسرين؟ شو اسمه جاوبيني؟ يعني ما رح تتراجعي بنوب؟ منيح. توزلو ياكا. أبو لبارك كينان عامل من الولد مريض نفسي، عم يضحك كل الوقت ويحكي شغلات بلا طعمة، وأنا أصلا ما فهمت عليه. الرجال اللي كان مبارح عنده استعداد يدمرني استضافني اليوم بنص بيته ماما. الرجال مجنون، بظن كل ما بده يعاقب بارك عم ينزله ويحبسه بهالغرفة. صباح الخير. عفوا خوفتك، أنا أسفة. لا ولا يهمك، مو مشكلة. ما تواخذيني. أنت يلي ما تواخذيني، كنت شاردة. تفضلي كيف فيني ساعدك؟ بصراحة أنا كنت بدي ريح شوي هون، بس بظن إذا فيني. لا طبعا أهلا وسهلا، دقيقة رح حل لك الموضوع. اتفضلي لو سمحتي. خليني حطن هيك، بدي نطرك بس دقيقة. أنا بهذا الوقت بعمل فطاير وخبز، لهيك لسه ما زبطت المكان، لو سمحتي لا تواخذيني. بس هلأ بزبطهم بسرعة. خليني نظف هون. تفضلي ارتاحي لو سمحتي. وهون كمان إذا في مشاكل. ايه طبعا طبعا، مع إنه نضيف. ها تفضلي خدي راحتك، خليني بس مد هاد. أيوة تمام. شو بتحبي نضيفك عزيزتي؟ أنا حاطة الشاي،
بس بده شوية وقت ليصير. إذا مستعجلة بعمل قهوة بسرعة. ابنه مالي مستعجلة أبداً وفيني استنى. تمام، بتحبي تاخدي شي مع الشاي؟ يعني إذا في شي بدون جلوتين. أكيد أنتي بتعرفي شو هو الجلوتين. طبعاً بعرفه يا روحي، معقولة ما أعرفه يعني؟ بس اتضايقت من حالي لأنه صار أكتر من زبون طالب نفس الطلب، وأنا بصراحة عم بنسى الموضوع. بس وعد هلأ ما بقى أنسى، المرة جاية بس تجي بتلاقي عندي أكلات بدون جلوتين. المهم خليني أجيب الشاي، 5 دقايق. تمام. النت ضعيف عندك؟ ليش بقى؟ أنت عندك إنترنت علي؟ عم تنكت؟ يمكن. هدول بعتين كل الفيديو ها؟ يعني مصورين كل مين دخل وطلع من المدرسة؟ علي شو بيعرفني؟ خلينا نتفرج ونشوف. أنت عم تشك فينا لهلأ ما هيك؟ لساتني شاكك فيكم كلكم، تمام؟ حتى فيك أنت. إيه طيب، وجمرة كمان معنا؟ كلكم بدون استثناء. إيه يعني استغل البنت وبعدين علينا إنها قاتلة. مين عم يستغلني؟ علي يا ريت ما تمثل علي وكأنه ما بعرف شي. انت يلي حطيت جمرة جاسوسة علينا وما عملت شي مشان ما تزعل وعملت حالي أجدب. انا ما عم بستغل حدا، هي اولا، وجمرة هي اجت وعرضت علينا وهذا تانيا. تمام، جمرة عرضت عليك ومن بعد هلأ ما بسمح لك تدخل جمرة بهيك شغلات، وهذا تالتا. تمام، هذا ما بيخلص بساعة هيك. تمام، قديش الساعة عندك؟ وقف هلا، عيد من الأول. وقف جمرة؟ حسابي. ألقي ما بدك الباقي؟ لا أعطيهم للخانم، تكون جوعاني. شو حبيب، ما في من اللي بحبها؟ في واحد حيوان أخذ آخر قطعة هون. ما تقلقوا، في لسه. واضح إنه كتير على بالك شوكولا، خد. أخذت. وأنا جاي المسا جيب لك معي شوكولا. إذا بدك جيب لي معك ورد كمان. مو معقول، والله عجبتني الفكرة، حلوة. أخذته معلم سدى. لك بدي أحكي معك بكل وضوح. يلي شفته مبارح مو بس إذا نشرته بحال بتحكي عنه لشخص واحد. شو حتساوي؟ بدك تفتري علي مثل وفا؟ بكفي، خلصنا بقى. لك عن جد تعبت، خلص بكفي. أنا ما كان بدي يصير هيك. تمام، تخيل قديش حباني ارجع لهداك اليوم، ارجع وصلح كل شي صار، بس ما عم تزبط معي، ما عم بقدر ارجع وافى ابنه. بالضبط، ولهالسبب هذا بالتحديد بدك تتحملي عذاب الضمير. وانا ما بيكفيني، ما بيكفيني بنوم، بس بدي اكتفي فيه، ما عندي حل. سينان بترجاك حاول تستوعبني، لو سمحت ما حدا لازم يعرف بشي. إذا حدا عرف بشي ما فيني ضل بالمدرسة، وما بيخلوني أدخل بيناتهم، وما بيقبلوني كرفيقة لإلهم حتى لو شو ما عملت. لك يا بنت،
انت بالاول حاولي تتقبلي حالك. هادي اللي هامك انه هدول الاولاد يتقبلوكي؟ انت مجنونه شي؟ لك خليني اقول لك شغله، انت لازم تخجلي كرمال امك. حرام حرام عليك، عن جد حرام عليك. لك شو هالمسخره، عن جد مجنونه. على شو عم تطلعوا؟ ديروا وشكر. كلي كلي واستفرغي، مو شاطرة غير تاكل وتستفرغ. والله الحياة مدري كيف مع هالبنت. ولك انت شو عم تقولي؟ ولي اطلعي بعيوني عني، شو بك يا مجنونة؟ انا بوجهها شو بك يا عني انت؟ لا ما شو انك مجنونة، ما كان ناقصني غيرك انت. شو عم يصير؟ جمرة هيك بتصير مجنونة اوقات؟ هداك اليوم بالزار خلصوا بنت من ايديها. اف تخيلي دفشتها عن الدرج لتحت والبنت قالت وقعت لحالها، لهيك انقذتها من مجلس الإدارة. طبعا بركة اللي هدد البنت. لك هدول كلهم مجانين. ما بتفتح تمك بحرف، وإذا بتجيب سيرة لجمرة رح أعتبر إلك إيد بالموضوع. تمام فهمت؟ أكيد عنده تبرير منطقي. دخلتها على المبنى قبل موت وفى بخمس دقايق، ما بعرف شو رح يكون تبريرها المنطقي. اللي شايفه أنا هلا جمرة هي المتهم الأول. جمرة مستحيل تعملها علي، أنا بعرف هالبنت من لما كانت صغيرة. الشخص اللي عم يبعث الرسائل ليش دخلك بهالقصة؟ يا ريت أعرف، يا ريت أعرف أصلاً أنا كيف دخلت بهالموضوع المعقد والمقرف، وليش دخلت فيه؟ أنا شو بيعرفني؟ احتمال لأنه أنت كمان بتعرف القاتل. يعني جمرة بسببي أنا صارت قاتلة؟ بدك تسكت بارك، ما بسمح لك تمنعني إني لاقي الحقيقة. وابعث لي الفيديوهات لإلي. شو بده ها؟ هو ما عم يقدر يواجه الواقع. وشو هو الواقع بقى؟ تعا تعا قرب شوي. احتمال نكون لقينا قاتل وفا. مين هو علي؟ مين هو؟ أنا كنت متأكد إنه هذا مخبي شيء. لك والله والله أنا وصلت معي لهون، أنا حاسس حالي رح أنفجر. جمرة تواصلنا مع اللي نظم الحفل وبعتنا فيديوهات بتخص ليلة الحفلة. شفنا جمرة دخلت على المبنى قبل موت وفى بخمس دقايق، وهاد دليل إنه الاثنين كانوا بنفس المكان. يعني كل الأدلة عم تشير على جمرة. لوين رايح؟ تعي لهون. شو عم تعملي أنت؟ عادي هون ورؤي. علي فهمني، شو عم نستنى نحن؟ وقديه لسه بدنا نستنى؟ يعني ما عم افهم عليكم، كان بدكم دليل تمام، لكن انا رح اقول لك دليل صغير. قبل شوي بالحمام مسكت بنت من رقبتها وكانت رح تخنقها، وكانت عم تصرخ وتقلها بقتلك والله، وهي نفسها من فتره وقعت بنت من الدرج من فوق لتحت، والبنت من خوفها منهم سكتت. هالمره ما رح نتحرك قبل ما نتأكد من كل شيء. جمرة اللي عملتها، أنا معك ونحن ما رح نسامحها، بس مو بهالطريقة، بذكاء أكتر وعلى مهلنا. هلأ لازم نفكر ونعرف كيف نتصرف. بدنا نحاسب على هديك الليلة بلحظة ما متوقعتها. وإمتى رح تجي هي اللحظة؟ قدي بدنا نستنى علي لسه؟ ما نبعيد كتير، بكرة. معلم فريد يلا تعال يلا. ها هات لشوف. وليه؟ حطوا لسه كم معلقة مليانة. ست هاجر خدي لقدر. انت بتعرفي بقدي الزبيب اللي حتى عم تحطي مو فارقة معي؟ والله اذا بدي ابخل بهدول كمان معناتها يا عيب الشو. انت حطي 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 وكتري يلا كتري كتري خدي. حسون تعا ابني تعا 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 لعلي. ايه خالتو؟ خد يا روحي. شكرا خالتو. قدر ادخيله هالتم اللي عم بقول خالتو قدر ما احلاه.
لك هاد ما بيتاكل هيك، لساته ني لسه بده طبخ، وينه هذا بلال؟ اجيت اجيت. وينك انت اللي تكون رح تجيبه من المصنع؟ يلا تعال استعجل شوي. ايه عم جيبه من المصنع. يلا حطهم هون على مهلك. يلا بسرعة تخني عمتني. يلا حكيت مع أبي مشي الحال ما رح يخطب لي البنت. قلت له ليش ما سألتني بالأول؟ لأنه أنا في بقلبي واحدة تانية. ما سألك مين؟ ما سألني. هيك أحسن. تعال لهون ست هاجر، أنت روحي لهني. حط هون كمان. يلا حبيبتي حطي هالكلام حلق بإذنك، أنا ما عندي شي خاف عليه ابنه. أنت قولي الحقيقة للناس وأنا رح وقف جنبك، فهمتي؟ لا جنبي ولا وراي ولا قدامي، ماشي؟ خلي بيننا مسافة بلال بيك. ست هاجر لك يا روحي، أنا عندي مشاغل تمام، الطنجرة بأمانتك. ماشي. عندي ضيوف المساء. مين هالضيوف بقى؟ أنت ما دخلك ليكون عندك مانع. يلا يعطيكم العافية. بتحبي جدد لك الشاي؟ آه لا يسلموا بيكفي، شكرا لك. وبعدين مو حلوة كرمال كاسين شاي؟ صار لي ساعة قاعدة. شو هالحكي يا عبشوم؟ أنا زعلانة لأنه تركتك جوعانة، بس المرة الجاية بس تجي رح أعمل لك غريبة بدون جلوتين. صحة وعوافي. عفوا. أيوة أمدار. آه إيه إيه جماعتكم اليوم رح يجوا لهون، المهم يمرق اليوم على خير بدون مشاكل. لا رح كون فوق راسهم ورح نبقى مع بعض طول الوقت. اليوم مثل كل سنة رح نكون بالحارة. آه لهالدرجة بتحب هالمناسبة؟ ايه ايه طبعا. تعال لك. لا يا روحي ليش لحتى تزعجنا؟ لا يعني والولاد رح ينبسطوا كمان، بدهم يشغلوا أناديل الأمنيات وبدهم يطيروها، رح ينبسطوا كتير إذا شافوك. ايه تمام ماشي بشوفك. كتير عاطتني هاي. عفوا لو سمحتي. منيح لك ان انت بتروح. للأسف انت ما بيحق لك تاخد هيك قرارات يا بيك، وحتى انت كمان بدك تروح قبلي. بابا. شو بابا؟ شو في كمان؟ مو بس هيك، وانت رايح بطريقك لهنيك بتوقف بشي مكان وبتاخد معك شي، ما تروح وإيدك فاضية، وبس توصل إذا بتعمل أي مشكلة رح نتزعل كتير. تمام؟ تمام. يلا لكان تحرك. يلا. شو هاد يا؟ نسكر الباب. علي تعال عندي بوقت العزيمة، لأني ما رح أتحمل جاكري لحالي. أمي! لك شوفي شوفي وين حطتي التيابي؟ حطيتهم على الجبل وهالجبل احترق والتياب احترقوا معه. أمي كرمال الله قليلي وين تيابي؟ مو وقت المزح هلا. قلتلك حطيتهم على الجبل بنتي، وما ضل عندي غير هاد. إذا بدك البسي أو طلعي بالبرنس القرار إلك. أمي ليك يا الله يوفقك. ما رح تلاقيهم. سلطانة قدر حبيبتي. هلأ بيجي الشيف خلصيني قلي لي وينهم تيابي؟ دق الباب. لكان أنا رح روح أفتح الباب وأنت خدي قراري. يلا لنشوف. أوف يا الله أوف. أهلا وسهلا، إلنا زمان عم نستناك سيد جاكداش. تفضل. جاكري. يلا تفضل يا جماعة. ولك مين هالشاب هاد؟ تفضل البيس. أهلا وسهلا. أنت يا قدر على شو ناوية كمان؟ خالتي نورتان
قالوا انه اليوم رح يجي البياع لهون. الله يقويكي. اهلا وسهلا فيك. معلش اذا ما بلبس شي برجلي؟ ما بصير، تاخد برد وبيوجعك بطنك بعدين. يلا عادي يا روحي، ما توقف مثل الغريب، تفضل. هدول الكون. قديشك ظريف انت، ما شاء الله عليك. وينك زينو؟ تعالي اجا رفيقك يا روحي. متوتر شوي لهيك ما خلص التحضير. اذا ما في مشكله فيني صور؟ ايه طبعا صور، انا ما خلي الزاويه تعتب علي. لك زينو، شو بدي صور؟ ولا شيء. يعني ليكي هاي إلي، خديها يا روحي. يلا تشكري لرفيقك على هدية. ما كان في لزوم، هيك اجى عبالي مو أكتر. يلا افتحيها لأشوف، بدي تفرج، العلبة حلوة كتير. إن شاء الله تكوني حبيتيها. طلع فيني بضربك، عم تفهم؟ ليكي خليكي شوي هيك، لا بقى كتير على إيدك. شوكري! أوه مبلشين تسلاي قبلي؟ تفضل فوت لجوا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. شكرا كلك زو. يلا خلونا نقعد يا أولاد، تفضلوا ارتاحوا، تفضل ارتاحوا. يا سلام، شو عم بيصير بهذا البيت؟ كمان مغلق. على شو عم تطلع ولاد؟ خير شو في يا ولد؟ ولك شبك مثل الأجدب، شو في ولك؟ مو ناقصني غيرك، تعال هون، تعال هون ولك، والله لأكسر راسك. أنت ليش أجيت؟ جاكري اللي لازم يتعرف علي. إيه مزبوط، وأنا لهيك أجيت لعندك، قلت خليني أتعرف على برو بأماكن تانية. منيح ملكي بتصير بتعرف حقيقته. والله إنك على عيني. بنتي مو حلوة يطلع الشاب لغدا، مو؟ والله ما بقول لا. لا أمي روح، أنا واحد منهم بالزور متحملة، شو بدك تعاقبيني أنتي؟ لا 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 تردوا عليها، يلا يلا ابني تفضل اقعد هنيك، يلا تفضل اقعد هنيك أو هنيك وين ما بدك. شكرا كتير على التوصيلة. تكرم عينك، شوفك لكم انبسطوا مني. شوفك. اهلا وسهلا. اهلا فيك. اهلا وسهلا دورو، شبك ما تنزلي؟ يعني نزلي يلا، ما حلوة وصلتي على الباب. والله ما بعرف. برأيي انزلي نقعد، حتى هيك احسن بوجودك. اوكي معناها خلوني صف السيارة واجي. استني استني، قربي لهون، تعالي تعالي صفي هون. قربي قربي قربي، كمان 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 قربي. ايه هيك هيك، ايه على مهلك، رجعي لورا شوي، تمام رجعي. ايه قربي قربي، لسه لسه لسه، قربي قربي شوي، بس عندك هون. ساعدك بشي اخي عرام؟ فريد بلغ لصدك، السيارة بأمان، دير بالك عليها. ايه يا ريت لو بدلنا على الطريق. تكرم تفضل.
بابا حبيبي خناتنا بالدخنة، ما لقيت غير هون. لا يا عيوني، بعد شوي الهوا بيغير جاتو. أهلين فيكن يا بنات، حماتكم بتحبكن كثير. تفضلوا تفضلوا. أهلين فيك، جبت لكم بقلاوة بتمنى تحبوها. فاضية ولا مليانة؟ كيف يعني؟ قصدي عم يعملوا بقلاوة فاضية مو محشية. لا جبتها بالفستق بس. بنتي انتي ليش معزبة حالك؟ والله ما في داعي. الله يسلم ايديكي. صحة وهنا. عرب لكن انا خليني بلش تصوير. صوري اذا رح تتضايق يعني. لا ما بتضايق، روحي صوري واعملي اللي بدك. طيب ماشي. مو معقول المنظر شو حلو من بيتك. صح، بس بدك تشوفي المساء لسه احلى بكتير، وفي عنا اسطوح كمان نطلع عليه، نتسطح نتفرج على نجوم السماء. بتحسي النجوم قريبة ورح تمسكيها بإيدك، يعني بتحسي بسلام. فيكي تجي دائما، أمتى ما حسيتي حالك متضايقة فيكي تجي وتعدي، ما حدا بيضايقك هون أبدا. بس بيسألوكي إذا جوعانة أو شبعانة وبيقولوا لك تفضلي. أها، شو هدول؟ سفينة الشمال. شو برأيك جمرة؟ بدون بدون مي، المي هون بتقطع كتير لهيك من عبيه. يلا المهم برا خلصنا تصوير، فوتي لجوا وصوري قد ما بدك. يلا فوتي. منيح، خليني صور بسرعة وخلص. يلا. طيب شلحي من رجلك، شلحي. شو هذا يا؟ وهي بتكون غرفته، في هون صور كتير، كل ذكرياته الحلوة مع رفقاته، وفي أورج هون كمان، وهي صورة أبوه، وهذا حلو كتير، راديو قديم موديله. لا تعدي تتنفسني علي. لمين هالبواط؟ مين في جوا؟ في عندي ضيوف، يلا نقلع من هون. قدر اختي. هاد انت يا ربي، انا فكرت علي اللي اجا. شو بدك معلم بلال؟ خير؟ اجيت لكم الساعه بدهم يقطعوا المي عن الحاره واجا لحتى يقلنا. لا شو هالحاله هي؟ الظاهر اني ازعجتكم لانه مبين في عندكم ضيوف. خير مين هدول؟ ايه صح، عنا ضيوف تقال كتير. مين؟ شو مين؟ البيدون اللي عنا مليان. شكراً، ما في داعي نعذبك معنا، وسلم على معلم فيدات. شكراً كتير إلك. إيه؟ يلا بالإذن. والله بدها تجنني هالمرة. علي ابني جيب الكاسات لهون. على مهلك يا روحي، هلأ بتوقع. هاتهم. ايه ما قلت لي كيف منظر الأكل؟ والله منظر انه بيفتح القلب ماما. ان شاء الله يحب أكلي. ها هاي رفيقك وصل. ابني تعال معي يلا. مرحبا، كيفكن؟ أهلين حبيبي. أهلين، هدول لحضرتك. حلوين كتير، شكراً لك. ليش معذب حالك؟ عذاب شو خالتي، وبصراحة أنا جبتهم لحتى أتشكرك. بابا اليوم خبرني أنه حضرتك أنقذتي حياتي. أنا ما عملت شي، يعني مين مكان مكاني بيعمل هيك شي. يلا ما تضل واقف، تفضل. وبصراحة أنا ما بعرف أي نوع ورد بتحبي، فحطيت كل الأنواع والألوان مع بعضهم. حلوين كتير. أنا كمان لأنه ما بعرف أي أكلات بتحبها فحاولت أعمل من كل شغلة شوي صغيرة. علي والله إلي زمان ناطر هاللحظة، بعتذر منك.
والله العظيم ما في مرة بالعالم تعمل أكل مثل أكلك يا روحي. شيل إيدك عني، إيدك كلهم زيت. شو فيها؟ ليك جنب الزريعة هنيك في قطرميز، حطهم فيه مع شوية مي بسرعة. يلا علي، شو فيها يعني؟ يعني على القليلة لا تعمل هيك ورفيقك عم يصورك. شبك وخليه يصورني أنا هيك على طبيعتي. بارك صور، ما عندي شي مخبى، خليهم يعرفوا. خالتي قبل ما نقعد ونبلش أكل فيني فوت لجوا وصور شوي. ايه طبعا. علي ورجي رفيقك بيتنا من جوا. أمي في غرفتين ومطبخ، شو بدي ورجي؟ بارك الغرفة هي لأمي، أصحك تفوت لهنيك تمام، وغير هيك صور وين ما بدك. طيب تعال، أنا بورجيك تعال. لا لا ما تعزبي حالك، علي دلني وأنا فوت لحالي. من هون ما تخلي لك ابني شيل هالموبايل من ايدك، يعني بدك تصور وتاكل؟ هات انا بحمله وانت كل براحتك. لا انا هيك منيح شكرا. لك انت شو عم تساوي؟ هي ما بتتاكل هيك. رح ورجيك كيف بياكل الواحد، تعلم مني. وليه؟ انا مو متعود. شكرا. طيب جرب، ما رح تموت، ما تخاف. أمي أعطيني صب شوي. أوهو شكرا. لك أخي جرب، والله طيبة كتير. طالما مصرين كل هالقد خليني جرب لأمي. عن جد أطيب كتير. برو معلش أخذ شقفة منك؟ لا عم باكل. ألف طلب مثل هالطلب برو، تفضل. شكرا لك. خذ لك واحدة كمان برو. وفي كولا، الكولا معك كتير طيبة، صب لكم شوي. لا بتقول برو. هلأ كملت. شبك أخي على مهلك؟ شو مالك أكل ببيتكم؟ كمل أكلك. يسلم، أنا شبعت شكرا لك. فيني روح الحمام؟ إيه طبعا، بتروح هيك على اليمين وفي منشفة لونها حمراء، هي للضيوف فيك تستخدمها. شكرا. لك بنتي هدول ما بيتاكلوا بلا خبز، هيك ما بتشبعوا بنوم. اخي اجت بنت ثالثة لعندك. هلو. هلو، اهلا وسهلا. لك ابني انت طالع لاخوك، شو عم تعمل؟ ما تعطي امل لكل البنات مع بعض، حرام عليك، ما بيصير. لا ابي شو هالحكي هاد؟ صراحة شفت الكل جايين لهون على الحارة، قلت ما بتكمل القعدة بدوني لهيك اجي. اهلا وسهلا يا بنتي، ما قصرتي، تفضلي دوقي اكلنا. فريد تعال ابني، اعطي صحن لحتى ياكل. يلا بنتي. بالاول فيني غسل ايدي؟ بس المي مقطوعة، في بيدون جوا كتي منه بتلاقيه على اليسار.
ألسونا، ما تواخذيني إني عم بزعجك بهالوقت، بس بدي أسألك عن النتيجة. ما طلعت؟ لسه بدها يومين، مو مشكلة، ننطر هاليومين عادي. شكرا. طالما جمرة هون خلينا نورجي الفيديو. ما بيصير عندي خطة تانية. لك أخي خطة شو؟ أنت مريض يعني؟ والله من الصبح رح يفقع مخي وأنا عم أقول مستحيل جمرة تعملها، بس الفيديو والله حاسس حالي رح جن. بارت، شو الأخبار؟ تمام، وأنت؟ وأنا منيح. خوخ خوخ علي، شو الأخبار؟ تعي معي. كيفك عمي؟ طمني عنك. خليني أعرفك عليه. مرحبا عمو. دورو عمو عثمان، بيكون ابوه لوفا. اهلين. كيفك عمي؟ ما قدرت اعرف شو مخططين. ما في مشكله، بكره بنفهم لحالنا. علي شو الموضوع؟ انت والكل اخذين موقف مني، في شيء مضايقكم يعني؟ لا كل شيء طبيعي، انت هيك حاسه. اسحبي كرسي وقعدي وانا رايح لعند رفقاتي وبرجع لهم. بدي من هاي خوخه. علي تعال ارفعني لجيب له خوخه. شو الأخبار عمو عثمان؟ ارفعني لقطف لوحدي. تمام يلا واحد. ارفعني ارفع كمان شوي. هاد أكتر شي. مرحبا. نزلني خلصت. مشي الحال. يسلموا إيديك، أصلا عمل رجيم بس بدي وقت. يسلموا. تفضل كل. ولا زينو؟ زينو شو هاد شو هاد؟ ولو مصيبتنا السودة تحولت لوردة حمراء وفتحت. عارف بسكوت بقى، أمي خبت كل تيابي وتركت لي هاد. ايه منيح اللي عملت هيك، لا بقلك. شكرا علي. ما شاء الله. يا ولاد يا ولاد، انتوا ليش قاعدين هون؟ ما تروحوا لعند رفقاتكم. علي تحرك. يلا يلا تعا عمو عثمان. يلا تعا عمو عثمان. تعا عمو تعا. يلا تفضل. يلا خذوا لشوف، هدول بالقرفة وهدول سادة. يلا تفضل. يا سلام، انا بدي واحدة من السادة، اعطيني هاي. معقول تاكل لسادة؟ خد بالقرفة. ليك عم قلك من هلا بدي اكل تنتين. علي خلص واحدة وبعدين بتاكل التانية. خدي دوقي طيبة كتير. مدي ايدك. يلا مساء الخير، وانا بدي كمان. اهلين استاذ. اهلين استاذ. بابا بلاقيك اجيت بسرعة، برافو والله. عجبتك يا روحي؟ صحة وعافية. والله كتير طيبة. شو عجبتها؟ مو معقول بتجنن. خد كل هيك كمان إذا عجبتك. ما في داعي، طلعي فيني. إذا كنت عم تشفقي علي فأنت بدك مين يشفق عليك؟ تمام؟ لك والله أنت حرامي، حسبوكي على البنات. عم فكر انتقل أنا وجاكري ونعيش هون. والله فكرة حلوة، بس يا ترى رح تقدروا تتعودوا على هالحارة؟ نتعود نتعود. جاكري يلا تعال. يا أولاد يلا. شو مسك؟ شو عم يصير؟ شو بيعرفني برو؟ شكله الأكشن تبعهم ما عم يخلص. كل سنة مثل هالوقت بيتمنوا أمنية وبيطيروا القنديل. وانت شو عرفك بهالتفاصيل هاي؟ معقول يكونوا عم يتحققوا؟ شو هو يلي عم تحقق؟ الأمنية. مين بيعرف؟
كأنه مبارح كنا هون ووفا كان معنا، ما هيك؟ تتذكروا طول السنة كان ينطر هالليلة لحتى تجي. الله، هذا انتفخ وانتفخ قلبي معه. رح اتركه هلا، رح اترك. خليه ينتفخ. ايه شو بدي انفخ لسه؟ والله رح يطق قلبي. استغفر الله، خليني ركز واتمنى امنيتي. سكوت بقى، مو اتفقنا نتركهم كلنا مع بعض؟ شبك شو صار لك عرب تحولت لولد؟ خليني بلش فيك. سكوت، وين اختفى وفا؟ اها ليكو اجا. يلا ولا لك يا اخي، شو هدول نحن جبنا هيك كتير؟ لا هدول مو مشانكم، هدول الي. خير ان شاء الله، تحققت امنية وقررت تبعت اربع مكانة. لك شو دخلك انت؟ اهتم بحالك وبس. يا ربي تصبرني. بدي اسألك سؤال، معلش تقلي ليش اسمائنا مكتوبة عليهم؟ بالله عن جد هالمرة رح اتمنى لكم اماني الكم كمان. يلا ليش بقى؟ عرب شو هالسؤال اخي؟ الملاك استجاب دعواته، لهيك قرر انه يساعدنا ويدعي لنا. شو مشكلتك؟ ما بيصير يتمنى حقك يعني؟ شوف هلا كيف حيتقبل دعائي. يا رب بترجاك تساعدني، بدي وحدة طولها متر ونص وتكون وفية، قصدي بنت يعني. الله يوفقنا إليها على ذوقك. يلا روحي بسم الله. والله راحت وطارت لفوق. الله يلعنك، نزعت كل الخطة، بتضل مشاغب ومستحيل تقعد عائل. يا الله ما أسألك، يا رب بترجاك توهبوا العقل والفكر لعرب. آمين. لك شبك يا بنت؟ انبسط. شبك؟ انبسط. لك أنا شو دخلني؟ أنت اللي تركتي بإيديكي. أنت نزعت مرايب وانت. لا تحط الحق علي، أنا ما دخلت. خلاص يا رب، أمنيتي إنك تعطيني الراحة والأمان يا رب. آمين. عرب شغل هي. مشي الحال بيبي. يلا لنشوف. يا رب تجمع عرب بأمه. عم تضرب على الناعم. آمين. آمين. يلا اتركوا اتركوا اتركوا. يلا. آمين. 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 يا رب تجمع زينب يلي بتحبه. آمين يا رب. آمين آمين آمين. آمين يا رب. آمين آمين آمين. زينب، ثلاثة اثنين واحد هوب. لك هذا طار أول واحد ورح تتحقق الأمنية أول شيء. يا رب علي شي مرة بس يتمنى أمنية خاصة بحياته. آمين 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 آمين. يلا شغل هي كمان. تمام. يا رب. انت شو عم تساوي؟ عم تدعي ولا عم تتمنى امنيه وحده؟ خير شو هالامنيه الطويله كل هالقد؟ لا يلا خلينا نتركه، يلا لشوف. لا وقف وقف، ما بقبل. قلي شو تمنيت. اتركوني على راحتي، يمكن يكون شيء خاص. شو لك تفجر لك مخرج. روح انقلع تضرب. تمام اتركه على راحته اخي، اتركه. اخوك قلت لي دائما اخوك على حق. خده تعي اختي. ما بيصير هيك. شباب ماشي تعال هون لشوف. حتى انا ما رح تقلي. تمام خلينا نطلع. يلا لشوف. ها تعطيني. ثلاثة اثنين واحد. شو تمنى وفا بهديك الليلة؟ يا رب ما تخلينا ننسى بعض. اصحك زينو، مو وقتها، على الأقل مو قدام هدول. تمام؟ هو السبب الوحيد اللي عم يخلينا نجتمع بهدول. واحد من بناتهم هو اللي قتل، وما رح نستسلم قبل ما نكشف. يلا عرب زينو.
يا رب ما تخلينا ننسى بعضنا أبدا. يا رب ما تخلينا ننسى بعض أبدا. ايه يا اولاد، مشاريعكم جاهزة ولا لا؟ جاهزين استاذ، جاهزين كلهم. لكن خلينا نبدا من عندك سنان، وخلينا نشوف هزال بنظر سنان مين. ايه تكرم رح نشوف. استاذ، فيني انا بالاول اعرض مشروعي يا ترى؟ انا كتير متوترة ومتحمسة، خليني بلش بالاول وخلص وارتاح. طبعا طبعا طبعا، تفضلي. يعني السيدات اولا. استاذ، نحن فكرنا بشغلة. مثل ما بتعرف حضرتك، التوتر عادة مو بين شخصين وبس، هو موجود بين فريقين، ونحن كوننا فريقين أخذنا قرار وطورنا شوي بالمشروع وسميناه من أنتم. شو عاملي؟ شو طور؟ أنا بعدين بفهمكم. وهلأ من بعد إذنك أستاذ، بدنا نقدم العرض كفريق. ما في مشكلة. دقيقة أستاذ، من وين طلعوا بهالقصة؟ أنا عرضي بالأصل جاهز. تمام جمرة حبيبتي، خلينا نعمله جماعي ونخلص بسرعة. ايه بس انا ما عطيته لألقي الفيديوهات يلي صورتها. تمام جمرة، لا توقفي بوشنا، طلعي فيني. استاذ من بعد اذنك رح بلش. اهالي توزلو ياكا، سنان الملقب بعرب، وفينا نعرف عنه بخمس مراتب. المرتبة الخامسة الشحاطة النايمة، المرتبة الرابعة بوط كعب الفنجان، المرتبة الثالثة طوق مطلي بمية الذهب، والمرتبة الثانية قميص مورد، والمرتبة الأولى الليمون. صديقنا اللي شعراته عم يرقصوا على الإيقاع، سر جماله هو الليمون. وعلى سيرة الإيقاع وسيرة الرقص، العيلة عاشقة للفن، نحن ما جينا لحتى نقعد. يلا بكفي هيك. لا استاذ، لا توقف، خليهم يكملوا هالكلاب. زينو اللي ما في بقوتها بنت، منبلش. المرتبة الخامسة الخبز، المرتبة الرابعة
مسبحة. المرتبة الثالثة شحنة. بابا شوفير كاميون. المرتبة الثانية صابون أبيض وليفة. وهلأ المرتبة الأولى خزانة فاضية. أنسيت وهي كمان فنانة. وهلأ ماشي على خطى بيكاسو. وهلأ صار وقت نعرفكن على علي اللي ما بيشبه حدا. التوب فايف. المرتبة الخامسة أمه. والمرتبة الرابعة أمه. والمرتبة الثالثة أمه. المرتبة الثانية أمه. والمرتبة الأولى كمان أمه. يعني علوشة حبيب الماما والمدلل. شو عم يصير هون؟ أستاذ اطفي هالفيديو. أستاذ اطفي هالسخافة لو سمحت. ألقي؟ انتو شو عم تعملوا؟ فهموني انتو شو عم تعملوا؟ نحن عطيناكن هالوظيفة مشان تتمسخروا على رفقاتكن وتلبوهم مسخرة؟ هذا اللي فهمتوه؟ جاوبوني لشوف هذا اللي فهمتوه من القصة كلها؟ أهلين فيك كينان. وين غاطت؟ قلنا كم يوم ما عم نتقابل انشغل بالي عليك. وإذا بدك تسأل عني أنا عحالي عم صف الخبز شو بدي ساوي؟ بس أنا عم ينشغل بالي عليك كتير، يعني ما عم توصلني أخبارك. مثلا شو عملت؟ قلب مين حرقت؟ مين هددت من جديد؟ شو آخر أعمالك الوسخة؟ خد قد ما بدك، وحتى الدكان كله إلك، كل قد ما بدك مسامح. شو رأيك تجي تشتغل هون؟ أنا بحاجة لأجير وراتب منيحة وبدفع لك كل راس شهر. ناوليني كاسة مي مشوب. بلا حكي بلا طعمي، هلأ قلي ليش جاي لعندي؟ ليش كل يوم والتاني عم تنطلي لهون؟ في عندي سؤال صغير. ليش خبيتي علي ابني كل هالسنين؟ يا عيب الشوم عليكم. أنا طول حياتي ما خجلت لهالدرجة لأنه ما شفت هيك تصرفات وسخة. شوفوا يلي بيعرف بهي السخافة وعرف فيها وما حذر رفقاته منها هو كمان وسخ مثلهم. أستاذ نحن ما عنا مشكلة بنوم، يلي نحكى عننا ما بيزعلنا، وأساساً منعرف نظرة رفقاتنا إلنا شو هي، وما في داعي أبداً نحاول نغيرها، وأساساً مالنا ناويين. بس حتى لو كانوا مبالغين كتير، بس هالفيديوهات ما فيها كذب بنوم. الحمد لله نحن على طبيعتنا، ما هيك؟ ونحن تعرفنا عليهم منيح. مثلاً بارك حياته وعلاقته بأبوه كبيرة كتير، وفي ترابط كبير بيناتهم. وبعدين قلتي يعني زينو حكت لي كيف عيلتك بيخافوا عليك وانبسطت كتير سلم لي عليهم. وبنفس الوقت هزال أميرة، ما هيك؟ عايشة حياة مثل الأحلام. عرب حكالي معجب بحياتها كتير. نحن أصلاً كنا منعرفكم، بس الله كتب لنا نتعرف عليكم عن قرب. بس ما بعرف إذا في داعي نشرح لرفقاتنا عنكم أكتر. زينو عرب في داعي؟ برأيي ما في داعي، لكان خلينا نبعت الفيديو وخليهم يشوفوا حالهم هنن شو بنظرنا، بلكي بيفهموا مين هنن. وهيك كلنا بنكون تعرفنا على بعض ما عدا شخص واحد. عنا فيديو واحد استاذ، من بعد اذنك فيني شغله؟ بعد اذنك استاذ اندار.
يا ريت هلا تعرفينا عن حالك جمرة، شو رأيك؟ قبل ما يموت وفى بخمس دقايق بس، انت كنتي بالمبنى معه. شو صار بينك وبين وفى بهديك الليلة؟ مين انت جمرة؟